سلام سلام ذكر ماي كم يتسنحوا على تبغى الله خصخت كم تبغى تلو لي تسفان نقول كوح جون كم تلمد قال الفيديو حزمة يلا خن تخن لكن كم زين خنسمع عزاء أننا لنك أنا ثم جاكانو ما راح تير ترى كابس مرة أنا بعد سبب بقص كابس مرة أنا بعد سبب مساعته دموع كاب ولا غيرهم لهم كمون نبزع بوثات تزور له هو نقل قال حسرة ذا سمعوا سمعوا زلنا لنك أنا قال يا ثم قاموا سمعوا لنا تأجدهم دو قال دو قال و إذا خمسة عينات زربات زارب بوليتيكينيا يخون تراسب أنت لا تزارب سمعنا ويستبهلنا لنا كل جزين تايو دهرينا سلام زيد اللي أمون قوهزا باريا زقونا بارند دفتو مقزاعت زفتو ده أمبر كالا يكون المهنادو كل جزي أفريكا يونايتد كونا نتكايد أفريكا أرما حبرات جيرا نتكايد زي منا دس زي بلوم زي حقوس بوو باح زي بلوم زي منا يوان حد النتنا أفريكا معرباوين أمريكاوين يمزي أيدل يوني مهنادو ساتم ربحهم أبناتنا مبتتان ويدما أبناتنا حبرت خسارة سلزلو سلزن ساتم زدليو حبرتنا يكون سلزن تاي قبرنا نحاد ما راحنا إذا هقر دي قلة دي قلة إقادة تاعت قبرو قلة بيتشم دراما هم جيروم لا قوص لا يمنا أفريكا ليروم تخونا قن لومي أفريكا ويان نوع لوم هلو تم حسرات قرفو مي عقر قرو قن نعوز ما ساسل حانت فيديو لا أزوم أفريكا ويان بزقوان زي نقع حموز اللو درجاتات كن ريوس كالبحان سحابيرنا نسمع عندي أونا أخب لكم A country that was opposed to our liberation, a country that supported colonial regimes, the apartheid regime in South Africa, the white racist minority regime in Zimbabwe, now Rhodesia, now Zimbabwe, the Portuguese colonial governments in Mozambique, in Angola, in Guinea-Bissau, and Cape Verde. Today is coming to Africa to teach us about democracy. A country that has toppled so many governments in Africa, that has led so many coups in Africa and other parts of the world. A country that has killed so many of our leaders in Africa and other parts of the world. The killers of Patrice Lumumba, those who toppled Kwame Nkrumah, those who killed Nasser, those who killed Muammar Gaddafi, today are coming to teach us about democracy. Macam kan zuriya zalna isba ugumbar naibah ki kham sarahe law to kham zuriya zallo ma tzumne yonu sufre yiri kham zallo bihiwatum kollo itum tsalati marahtna wayduma marahtna dzol uzabalo kullatum كما يكون إيرتراغان كمون إتباعان كمون زقونا ودى أدام فطر لمرحتي إيرتراغ تسأل إنزقدم تسألنا هاتون دزاربن انتاي مخانو كابزي زي زبلو زلو كنردع تسفع قبل زيادة تنسوز بلو حترا بلا خقول تواندي أنصار مرحتنا خن نسرحن كنزاربن زدولينا تسألا أتخم زلو بسا عدو تنريحهم ويدما براينا هاتون كوينهم قال إبنا يحو واحد برايو كوينهم كل جزء أن صار مريحنة إرترا تسلم أم مريحنة إرترا يزن على كل جزء دهرينا أنكون الساعة تأسيرهم قتيلهم أسيرهم قتيلهم أتميمنا أتميمنا لتشيل نقل يبزون تريزن جنا يزارب اليوم تمخنيات جنا يزارب اليوم تمخنيات إجهم زخم سمعت أنا هذا السبعي تاريخ الله تاني كم تقول لي ساتهم ونزبلونا مالتيو ديمقراطية لنا بإرترا ديمقراطية زي قبر دو قلما لنا ولو حقية لنا بلوها إذا لا تزجين أن تاني رأي العموم ثم جينا هالفوتو تشفى قبر أنت خلنا جن السبع إذا خمس خزارة بتصالح اللي هرست بهنا لو عربيين ويا أمريكيين تشرحوا أب عالم في لايكا أب أفريقيا نا أفريقيين ديمقراطية جبر يبلو مالو نا أنا متين كبلنا إيزل من ينزين نا أنا هم أخبلنا مالتي مالت أنت أين كوينكم زبهلا اللي حرينا لساتن تن تن قدامه نا أفريقيين جزاتي باريان خوم حنصات زوصا زغزانا بتزور من قد قا نبرنت نبغزا زتوانا كم بعل افريك كم دو افريكا يلو برزوانا يلو كم بعل زيمبابوي قال انا بالخطاسن صنحه ازي اتن بخمس غير كان افريكا اندا غزا خا خول خاسي نبرنت اندا تخس كمون نبزحت مرحت افريكا بمقتل هاجر اب عدد شجر المكران اندا ودو قوسي كم افريكا اوسي خاون ابكال هاجرات كمون نا غبرس حجي نساتهم ما تيومنا عنا بزعبا ديمقراسي خنقر ناس كما يلكا يحسن حجي نساتهم تقبطي لنا عناس بزعبا ديمقراسي خنقرانا
بعلم من قستن داود أنا بتاعنا هجر كيرن مرحتن داود تلا زبنا تفاس مزحات أشحات أحزاب نا هلوقسي الساتم متيوم زعبا فتح الديمقراطية كنقولنا أنت أي زب على زي زعين تي ذار بدور سكن غيب نقص الله من اسمه. A country that has been built on a brutal force, on enslavement of other human beings, on the humiliation of Africans, the exploitation of Africans, the plunder of Africa, today is coming to teach us about democracy. مربوطهم كبيتهم عدم كم زسردو زغبرت هاجر سي لومي نسا نعنا مزياخ ميرنا بزعبا ديموكراسيس يزو زلو قال لي دا يكون انزي من السنه ان تاريخ ندحرينا نزوم تقلمت نساتهم من برايو غيرو موسيدوم اب تحت مجزاتيتهم كم باريا زغزو منيرو لساقيو منيرو لومون حج بزعبا نزون مولو مولو مسل زي بلو تحقو كاي ازي سقيلكا لعلاين علايا وزلو زبلتش سقلك ديمقراطية يكون سيت ملو ديمقراطية غير خبونيك. بس كان خير نغزل. That's the arrogance, the imperialist arrogance, the racist arrogance that we are subjected to. We cannot have democracy where there is hegemony of the strongest, mightiest imperialist power. We cannot have democracy where a country's resources, a country's decisions are dictated to by another country. A country that is dominated by another country cannot be democratic. بحفش عتن عد عرب زبهلاس راسيستي هنبعلن. جن أريد أقول تي فتحي. عند جناون عتن ديمقراطية وين كونوا إلى نزحت أنا زل وارماني. نساتن بعلن إن جزء أنا خلاص. أتات جزء زل هجر داخمة إلى ديمقراطية وتكون تغل. ما نت عند حراس تقول الكلام لها. أبتزمنا وبرنتي زارب زل. لومي أبزوان زي نحت هاجر بمزيقة وريركا بخلاش نجلي خون كان جزيقة باريات كبره تدي مقراص بالحجي أو بزتتا بو بتتا حز حجتات أبتعتق إذا خاتو أتوا من هني تكلم كان عند كان زبل حجتات ديو بتي أو سفير زول لقط تتا حجن مت تو راو من التعدق قلنا أتوم جزءات بمقبرن جنزب وحد جنزب نعم بلع النسات نزدول يوم سرح نجركا أبتحت بارنة تتهاجر تتوامو إتي ديمقراطية بما كنت تزد الله زي سر حاول سلزس كما إلى إياق تكون تقل حان تهاجر لحر تقزاء الله أبتحت بارنة سلزي منو تسولينا تقرأ له سبزي أبتحت بارنة كنز الله أقول إذن هاجرات أفريقيا بل تزاور من قدي مالت زمناوي مجزاتي زمناوي كورونا لايز مالتي إت مجزات بما خمتنا يكلم زي كونس بتزمناوي قزاز أقير مزقزو ونزلو مالتي سكان غير ناصل. A country that lacks sovereignty cannot be democratic. A people that cannot decide for themselves cannot be democratic. A colony, a neo colony, cannot be democratic. بحفش عجيب زند حرجة بزعبات هزبن بزعبات زمن أو زلو أجزاء أنت لا تجزاء لا حد هجر ديمقراطية أو تهجر كتكونها يتخلي الناس لمتاي تجزاء سلزلة سلازي إتا جزائر كأن على أنت أي ديمقراطية تكون أنت سلازي ديمقراطية بحال أي سر رحمي زلوي. That's why today even at the United Nations membership is on the basis of sovereignty. Only sovereign nations can be members of the United Nations because only sovereign nations can decide for themselves. A colony cannot be a member of the United Nations. It's not by accident. It's not a mistake. If you have no respect for the dignity of others,
If you have no respect for the sovereignty of other countries, you cannot claim to be a champion of democracy. نابنا تحجين دحرينا أفريقيا أبنا يهودو حبرات منبر إبلا منبر شبه إبلا China law, Hindu law, Russia law, America law, Europa حبرات الله أفريقيا جني إبلا سلام تاي أزي باقات أمز مسأوي دماني سحتات وي جيجا غالي نغير يكونان كونا إلكاس تقابري بإعلان أزي قبروز اللوي مغنياتو حانت تقزع زلا هاقر حانت باريا زلا هاقر أو أبت ممبرشيب تقطعتو أي تغلنيها سلازي أفريقيا أم ممبرشيب تقطعتو سلازي تغلق ساحد زل لايف زانا تصر زلو claim to be a champion you cannot claim to be a champion of democracy سلازم بار زياتن كومون دحر كوينانسي كخصا عقمية بلن انو مانم بزعبان اي ديموكراسي قبر اي تقبر يلنسي كخصا ويدما ايدن كوات عوطة اي كئلان ايان 100% كا السامة معلو They used to say all roads lead to Rome. Today we can confidently say all roads to progress, all roads to what is better for humanity lead to Beijing. This is a country, this is a people that has developed themselves, that has developed itself without colonizing any country in the world, without plundering any country in the world, without subjugating any people in the world. This is a country that is developing with maximum respect for others, for their history, for their cultures, and recognizes the diversity that is there in civilization. So let's come back to the law. The Zarab Zalo, when you see the Africa at Bal Hagar, the man named Hagar Keda is Gazette Iconathan, the man named Hagar Keda, at the Barnet Zoto Tayeblan, says his ban with my Balan Kribbers Igu Boy. Haki, the Gazette Hagariablan Africa. And through photos, the Ant Vedilan Ksab Hijit Khaida Lamalet. انكلود ايرترا مالت يزردانا تغيو ازم براي حوحات باكا بعل من لس جميركا نابارنت زمنا وبارنت زتاعتات ووزن برو ازدريو زلخا شقر رخيبنا زلو نعنا تامينا تامينا قال النبلو تريزن اتزعابي من قستقا يكونن ويد ما نسبا وغنبارا يكونن وي تأسيرو مالو تأسيرنا اللو ازي يكون سي اثق اندي ريزن زي اتوم يوم نفزحات مرح تقايم بقنزب زو سلبوه ذو سحبهم نبتناتهم سنة حساب ذاتو سنة حسابهم تصبوا يزمسل كم زناي شيطان تعم مخريزة مسألك تعم مخريو يو ديوغو قن كم قهنم كم تعطو قبرة كامالتي سلازي كنت نقع ظلمنا انتهي اللي حرينا انتهي يو ديموكراسي ممكن تفلطو تصبوا من عينة مراحيب مسيو كخيد زلو كخيد سلالو ودي تسعرر تديموكراسي هاوي كي مثلا كاونة تسبعين بعلو تزبلو زلو تحساس بس استغلو الليغة مهنياتو حدا سراغس يين سراغس اي تسرق قبلو اي كئلني مالتي بحزر زبنه وي حدا حساوي نحساوسي اي تحسو قبلو اي كئلني مهنياتو حساوي حساوي We were only taught one form of civilization, one form of modernization. That was the Western way. Westernness was a measure of how civilized, how modern you are. We reject that. We reject it because it's not correct. We reject it because it's undemocratic. We reject it because it's uncivilized to think of the world and of other people in that way. معرباوي أن أنا موديلنا يهم ويدما نصاتكم ناتنا أرأي يهم تخونا قلنا عفاتكم نتس إقناي لنا ناتكم سنا حسابكم قبركم سي نتس إقناي لنا مغنياتو اسخاتكم أفارا غالتي مدفعت هزبي أي ربعهم ذا خمسة أمور ذا أمبر بزعبان هيك هذا سب كم زي حسبوا يقال تقول له مالو سلزي إتناتكم أكايرا ناتكم تحساس بناتكم مرجعتي أي لنا نرجعتي لنا لنا مخنياتون صادكم صادكم جزادي صادكم مدنا قرتي صادكم دلي ترى بحدا أمبر زعبا هزمن حبرة سمن زعبا هماني تسبهل همان رايت تسبهل حسيبكم أي تفضلنهم سلزي نسيجناكم ألنا ترزبلا Today they cannot accept the fact that China has caught up with them.
China is about to surpass them in many areas of human endeavor. The imperialist arrogance is inhibiting them from accepting that reality. The racist arrogance is inhibiting them from accepting that reality. But the world is changing. The changes we are witnessing today, as President Xi said in Moscow recently, or the other day, they have never been seen in 100 years. They have shaped a world that they themselves today are scared of. And they have shaped a world that is not sustainable. Democracy, human development is not sustainable on the basis of plunder, on the basis of enslavement, on the basis of humiliating other people every day. That is a system we are seeing today, a system that will not survive if plunder is eliminated, if subjugation of other peoples, other nations is eliminated, if inequality in the world is eliminated. But the world is changing. The changes we are witnessing today, as President Xi said in Moscow recently, the other day, they have never been seen in 100 years. They have shaped a world that they themselves today are scared of. And they have shaped a world that is not sustainable. Democracy, human development is not sustainable on the basis of plunder, on the basis of enslavement, on the basis of humiliating other people every day. That is a system we are seeing today, a system that will not survive if plunder is eliminated, if subjugation of other peoples, other nations is eliminated, if inequality in the world is eliminated. That system will disappear. The only system that you can survive and can endure for long is a system that is based on mutual benefit, win-win relationships, mutual respect for others, accommodation and tolerance of others, and fraternal love for all humanity. This is what we find in China today. This is what China the example is showing us. Indeed, all paths are different. There's no path that is the same, even if they are leading to the same destination. Each path has got its own characteristics. We are seeing that, we are learning that, we are experiencing that today with China. There are many things that needs to be done. كند حيلون أبتن معرباويان أمريكاني زارب السبعي زولو تخونا قل China حانتي تسمبوغ أبنتي أنا عنا إلوا China بتقوب روزو الله كاب China ون إنو تسمبيو تفتحاو زخونا لمت زي بلونا يتمرت مالاتي انت خونا قلنا إيرباويان أمريكاويان زنبري زحالفة نايميت عمد زرعنا يو انتا إن يورون دحليلك تمرتي قدب زولو تمرت مورخا أنا ما بعدنا من البشر ربعي كفلي قال يبهرني رهون تليا كمو مالتي زي زمان أبو مجزات قاني قدب زلوه تمرتي قدب زلوه تكنولوجيا حلو فكا قدب زلوه كل نقرسي قدب زلوه نعها زي أغلى كاين هم تراي زموخا مالتي كم زي تسقب ولا مش الله قد جهد حتى مسي يبقى كان جرامو كتسقب زي تخيل كتموت كا زي تخيل جيرو بكا نورمال باري أخجز أكات دولي حيل خيس معك ما هو يتقوم تلو ويكي تقلتو خيتو ورسو مالتي لك عزق أخومي يوم زدك أم زلوا تم تعدو جدب زلوا تمرتي جدب زلوا كل نجرسي أبتحت جدب زلوا يوم جرمه كابتشاوينا أجن إن السبب يتسفى بزوح نجر على زق أي تسفى السبب سبب نجر نغميت زبل أزيد ما نريه نصر حل زلنا يوم ما تشم تشاينا سبب تخيت كم زلنا مس أفريقيا إذا جل زلنا زل زي زن معرباويان أمريكاويان بعلن زم صو نبسن قبل حنيقا يدفع الله كابز العالم
بحبرت مس افريكا مس عالم كي صراحه تزقوا بالاوز نبره سسع كل جزء انا متى يجوز ده كان بطفات يجوز تسسع انا امنا بزي حسي ابكن صغيره من جدا قرب زم مهارا خاب تشاينا مهارا عبين تشاينا خاني تربح حلو لا ده حبتمت كده ده عمبر ده دخيت هيك ده تنو دحرينا سلازي زياتا تنسن صراحه او ما فهمت انا بمود ده حجنا يعني حنك جميل له تخونا قد لبا ما تنون ان احنا من قصنا زي كنا نواتاوت انت اي اخوي نزب بها الحد تخونا متسئنا برئسينا تصبق كويني سمعني سلازي نحجب زي اتاخل انك هالك زي بخال لقرك ساب المسأكم سسنا ان اتمنه كبرن مقوس ان حلتات مكل خالي ارده حوت نعفاش